الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نبدأ مدارسة هذا الكتاب القيم للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب بعنوان رياض الصالحين. رياض الصالحين، رياض جمع روضة، والروضة البستان، والجنة من جنات الدنيا أي البساتين المعروفة. واللفظة التي بعدها لفظة الصالحين جاءت مجرورة بالياء لأنها مضاف إليه، ورياض مضاف، وهي جمع لصالح. والعبد الصالح، هذه اللفظة العظيمة يتمناها كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يكون صالحا. وإذا وصف بأنه صالح قيل فلان نحسبه من الصالحين، فإنه يفرح بذلك وإن لم يكن صالحا. والصالح هو الذي يتعلم العلم النافع ويعمل به، وبتعلمه العلم النافع والعمل بهذا العلم النافع يصلح الذي بينه وبين الله بتوحيد الله وبعبادته وبالسير في هذه الحياة الدنيا في مرضاته وفي طاعته سبحانه وتعالى، يصلح الذي بينه وبين الله بالتوبة النصوح وبالخوف من الله وبرجاء ما عند الله وبمحبة الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، يصلح الذي بينه وبين الله تعالى بالمحافظة على الصلوات، على الصلوات الخمس، وعلى أداء الزكاة، وعلى صوم رمضان، وإن وفقه الله تعالى يحج بيت الله الحرام، فيصلح الذي بينه وبين الله، ثم يصلح الذي بينه وبين الخلق بحسن المعاملة وبالأخلاق الطيبة. والصالح الذي يصلح نفسه ثم يصلح غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذا لا يكون إلا باللجوء إلى الله تعالى وبتوفيق الله. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فالعبد يلجأ إلى الله أن يجعله من الصالحين. والصالح لا يقول للناس أن أنا صالح، وإنما يتواضع لله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما في ذو الصالح بيقول يا ناس أنا صالح وأنا زول عابد وأنا زول تمام. السلف كانوا ينكسرون بين يدي الله تعالى ويخضعون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويخافون عذابه ويرجون رحمته جل في علا. أبو هريرة في لحظات الموت بكى، قيل: ما يبكيك يا أبا هريرة في مرضي الذي مات فيه؟ قال: أما إني ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن لبعد سفري وقلة زادي. أبو هريرة صالح ولا ما صالح؟ صالح، لأنه من الصحابة، والصحابة جميعا من أهل الصلاح، وهم الرعيل الأول من الصالحين في هذه الأمة، ذل أصلح الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد قال لك: ولكن لبعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبط
إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ به. وأبو الدرداء رضي الله عنه رأى رجلا مات أمامه فرجع إلى أم الدرداء قال يا أم الدرداء رأيت رجلا صالحا مات اليوم على خير، يعني نحسبه والله حسيبه، وددت أني مكانه. قالت أنت خير منه. انت قالت له انت صحابي أفضل من الزول العادي سايك، انت صحابي وانت أفضل منه. وابو الدرداء كان عابدا قائما بالليل صائما بالنهار، وكان يجاهد في سبيل الله، وكان يعلم الناس العلم إلى آخر ما جاء في فضائله. فقال ويحك يا حمقاء، أما علمت أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الناس ذيل كانوا بيتواضعوا لله سبحانه وتعالى، ذيل هؤلاء هم الصالحون بحق، مش يقول أنا وأنا وأنا فعلت وتعالوا لي وأعملوا لي وسووا لي، ده ما إياه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم في كتاب الزهد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الزول التقي وغني وخفي، ما بهمه الناس يعرفوه ما يعرفوه، يشكروه ينبذوه، ما بهمه كثير، بس عابد. عشان كده السلف كانوا ضحاكين بالنهار بكائين بالليل. بالنهار تشوفه يضحك ويتونس تقول يا اخي ده زول غافل ساي، وبالليل شغال عباده ويبكي لله سبحانه وتعالى. بعدين الصلاح ما خاص بجماعه معينه او بطائفه معينه او بقبيله معينه، وانما الصلاح لا يورث. الصلاح هذا بفعل طاعه الله واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، واللجوء الى الله وتعلم العلم النافع والى اخره. لأنه الله قال في القرآن ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا شنو صالحين فخانتاهما أي في الدين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ديل الواحد فين زوجة نبي من الأنبياء، واحد كمان زوجة واحد من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام، والثانية زوجة لوط عليه السلام. لما خانوا أزواج في الدين الله دخلنا النار، وقال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، كونه زوجة صالح ونبي من الأنبياء ما أغنى شيئا عن هذه المرأة لما خاف، والمرأة الأخرى لما خالفتا أمر الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام ولده واحد من أبنائه كان على الكفر ومات على الكفر وعذب كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة هود. طيب عشان كده انت تسعى تبقى صالح، اوعك تقول أنا متعلق بفلان وعلان ما بيعمل لك شيء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والله قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وباب الصلاح ده ما تقفل، مفتوح، وما دار ليه إلا ناس يجوك وتسوي لك أوضة وبخور طاير وحاجات يدقدقوه وحاجات يسووها. أنت براك أبقى صالح، براك حافظ على الصلوات الخمسة، أي صلي في تمام، أي اتنفل في البيت كويس جدا، بر والديك كان حيين كان ماتوا أدعو لهم بالخير، بعد ذاك سبح استغفر ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أنت بتكون صالح عند الله. وما مكتوبة في الوش، حصل أنت لقيت زول في جبهة مكتوب ده صالح وده ما صالح، أف ده بعدين. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب هذا الكتاب رياض الصالحين بدأه المصنف بالكلام عن الإخلاص. الكتاب ده جوه ذاته قسمه لكتب، وكتاب فيه ألف، في بعض الطبعات 1905 حديث،
وفي بعض الطبعات 1800 وحاجة، ودي عامة شنو؟ عامة الطبعات جايبيننا 1800. السيدي هنا جايبين 1896 حديث، 1896 حديث فيها بعض الأحاديث الضعيفة، وكلها ما بتفوت 50 حديث. إن شاء الله بتجينا في وقتها بننبه عليها إنها ضعيفة. باقي الأحاديث أحاديث صحيحة، والناس إن شاء الله يستفيدون من هذه الأحاديث ومن هذا الكتاب وما فيه من الآيات، ودي مجالس تحرص تحضرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ونحن الآن ولله الحمد في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله، وفي رواية: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انت تحرص المجالس دي تستفيد منها، مش المجالس عشان الزول متحدث، لا، الآيات والأحاديث التي تتلى وتذكر وفيها الفوائد. بدأ هذا الكتاب، وفي الداخل كتب، تلقى كتاب عن الفضائل، فضل القرآن، تلاوة القرآن، فضل كذي فضل كذي بالمعنى يعني. وفي كتاب عن المنهيات، الأشياء الحرام، ولك النهي عن الغيبة، النهي عن الكذب، النهي عن كذي. في كتاب عن اللباس، كتاب عديل عن اللباس والسنة فيه شنو، والمخالف فيه شنو، وحكم لبس الحرير وغيره، لبس ما يشبه الكفاء إلى آخره. وفي كتاب من الكتب عن العلم، العلم وفضل العلم إلى آخره. وفي كتب كثيرة تلقى بعض الـ 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 وفي وبعد كتاب في أبواب. أول باب، باب عن الإخلاص، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال أو الأفعال البارزة والخفية. أول باب عن الإخلاص، وآخر باب عن الجنة. كما قيل كأنه يريد أن يقول للناس إن طريق الجنة الإخلاص. أول باب يتكلم عن الإخلاص عشان من البداية ما تدعب، تبدأ مخلص لله تعالى، أي كلمة تقولها تخلص لله سبحانه وتعالى، أي مجلس تجلس تحتسب لله سبحانه وتعالى، أي دقيقة تمر من عمرك في طاعة الله تحتسب لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعد ذلك بيتكلم عن التوبة والاستقامة والصدق، والآيات وأحاديث يوردها وتبويبات وفوائد كثيرة جدا. فالناس تحرص إن شاء الله تعالى على حضور هذا الدرس. في ناس بيسمعوا برا برضو، فيهم خير، نسأل الله يتقبل منهم. المصنف بدأ بمقدمة، قال اللي هو المصنف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، ولده سنة 631 هجرية، وتوفي سنة 676 هجرية، يعني عمره 45 سنة. زول ألف كتب، وأنا ما دار أعيد الكلام حول سيرته في بعض المواضع تكلمنا عن سيرته، بس يكفي إنه الأسنوي رحمه الله قال عنه: كان له في اليوم والليلة 12 درسا. هسي درس في الأسبوع ألا درسين، الناس بتتململ، وساعة تاك بيحضر 12 ولا بدرس 12 ما بعرف، عنده 12 غاية درس في اليوم والليلة، 12 درس. ماشى قعد في المكتبة بتاع دمشق ولا واحد من المكتبات، قال: مكثت في المكتبة سنتين،
قال أقرأ بالليل والنهار، فإذا هجم علي النعاس قال أرص الكتب ثم أتكئ عليها فأنام، قال ثم أنام فأتكئ على الكتب فتسقط فأسقط على الأرض فأقوم فأقرأ مرة ثانية. ده بالليل، ده وكتيجي شنو وكتيجي ينوم، هذيل شغالين كر. واحد فيهم هو ولا ابن تيمية، واحد فيهم قال له انت ما تزوجت ليه؟ خلاص دار يموت في اللحظات الأخيرة. قال والله نسيته، نسيت مرة واحد يعني لا فتش بركشة ومشاكل في الطريق وضرب، نسيت قال لو ذكرتموني لفعلته. طيب قال الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. دي عبارة خطيرة جدا. قال الذي أيقظ من خلقه، من خلقه ما كلهم، من اصطفاه أي اختاره، أيقظوا واختاروا أيقظوا من الغفلة فزهدهم في هذه الدار. اللون الدنيا دي شنو يزهدوا فيها؟ ما متعلقين بها. زي ما قال واحد قال أصل زول بخاف من الموت، ده واحد من اثنين، يا ما عنده عمل صالح يرجو به ورحمة الله سبحانه وتعالى، يا عنده تعلق بالدنيا ما داري فارقة ماسك مكنكش لكن مفارقة، الدار يموت بيموت والما دار يموت برضو شنو برضو بموت، الناس دي كلها بتموت. طيب وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار. عشان كذا ابن الجوزي رحمه الله نقل عن بعض السلف أن من الأشياء التي يبتعد بها العبد عن الغفلة ويصلح بها قلبه مداومة التفكر وكثرة التفكر في الموت وفي القبر إلى آخره. قال لك بتصحي القلوب وملازمة الاتعاظ وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. قال أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. بعد ذلك قال أما بعد، فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. شفت الآيتين ديل ديل بلخص لك الموضوع بتاع الدنيا ده كله. الله خلق الناس وخلق والسماوات والأرض والجبال وكذي، وفي النهاية موضوع واحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني الله ما خلقك داير منك حاجة، لا خلقك وداير يديك حاجة ذاته، داير يديك الجنة ومسافة تصل الجنة تعبد الله في الدنيا، تعبد الله في الدنيا وتجتهد وتتوب إليه سبحانه وتعالى وتعمل بطاعته فيرحمك جل في علا. قال وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له أو فحق. قال لك الناس الواجب عليهم يعتنوا بالشيء اللي خلقونا عشانه اللي هو العبادة. الله خلق الناس للعبادة، قال لهم اعبدوا وضمن لهم الرزق بل أمن لهم الرزق، أمنهم في جانب الرزق
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله قال لك خلقك وقال لك هو بيرزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله شنو رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين. وأقسم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عشان كذا ابن الجوزي نقل إنه في رجل يقال له الأصمعي، في واحد طبعا شاعر اسمه الأصمعي، وده اسمه الأصمعي برضه. الأصمعي ده قال لك بقر في غرية في القرآن، الكلام ده في صفة الصفوة، بقر في الناس في القرآن، الصبيان لاميون بقرون القرآن. فجاء أعرابي فقال ما هذا يا رجل يا أصمعي؟ قال هذا كتاب الله، بقر الناس القرآن. قال هات بيتا، وقالوا زي الشعر، قال لي هات بيتا، ما بيت كلام الله، هات بيتا. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال هات الذي بعده، جيب البعد. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال فصاح الأعرابي قال من أغضب الملك حتى أقسم، من أغضب الملك حتى أقسم، ثم خر ميتا. الجوزي قال الأعرابي ده بيسوي الآيات دي وقع مات. قال الغضب الله لمن أقسم منه، يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم ده بتاع الدنيا، وبعضهم قال المطر، بعضهم قال الرزق المعروف، وما توعدون أي الجنة، برضو الجنة وين؟ فوق. فورب السماء والأرض إنه لحق، الحاجات الكلام ده حق، فوق الرزق وفوق الجنة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم شنو تنطقون، زي ما أنتوا بتتكلموا وإنتوا سامعين الكلام ده وما عندكم فيه شك، هذا الزول بيتكلم وده بيسمع، وإنت بتتكلم كذلك تؤمن هذا الكلام حق لا شك فيه، أن في السماء الرزق وفي السماء ما نوعد، وهو جنة الله سبحانه وتعالى. قال والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ما يخلد في الدنيا، ومركب عبور لا منزل حبور، الحبور النعيم، الدنيا دي ما محل تتنعم فيها، مركب عبور بس تمر فيها ساي، زي ما قال الإلبيري ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. ومشرع انفصام لا موطن دوام، تفارقة. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، زول متيقظ فيها ده زول العابد. وأعقل الناس فيها هم الزهاد، العاقل في الدنيا ما الجاري يجمع فيها، ده زول الزاهد فيها. قال الله تعالى إنما، والآية دي عجيبة، من سورة يونس، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، تخيل مطر نزل من السماء والواطة أنبتت والنبات كبر بقى أخضر، بعد شوية بقى فيه شنو ثمار. قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لك الآيات عشان تتفكر، لقوم يتفكرون. قال والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا، فطنا أصحاب فطنة عقل، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. طلقوا الدنيا، طلقوها الثلاثة، بزول بيطلق فترة العدة تاني برجع، بيطلق بتفوت تاني بعقد، تم الطلقة الأولى الثانية الثالثة بانت منه بينونة شنو كبرى. ديل طلقوا الدنيا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، يعني بحرا، لجة البحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. خلوا الدنيا زي البحر والأعمال زي شنو السفينة، راكبين في الأعمال الصالحة في الدنيا لحد ما يفارقوها. قال فإذا كان حالها ما وصفته، إيش الوصف؟ الإمام النووي رحمه الله، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، خلقنا من أجل العبادة، فحق على المكلف، زول العاقل المكلف المسلم أو المكلف، أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين. تتأدب بالسنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون شنو أخيه. الناس يتعاون على طلب العلم، والمصنف ألف كتابا وهذا يدرس الكتاب وذاك يدرسه، وهذا من التعاون أيضا في الخير. وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لو زول تدليت على خير الله بيديك أجر زي أجر الخير اللي عمله دليت عليه، وهو بكون أجره ثابت. حتى زول قلت له يا أخي بدل ماشي الجامع برا، قلت له يا أخي راح معايا المسجد، جاء الله كتب له 27 درجة، انت ذاتك بديك 27 درجة، ما بشيل منه، بديك وبدي والاثنين نسختين، نسختان أو يعطيك نسختين. طيب قال وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم نوع من النوق، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، نوع من النوق حمراء اللون، ناقة حمراء، ودي كان من أحب النوق إلى العرب، بحب الناقة شنو الحمراء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا ناس قال له كدوك عربية آخر موديل، وفلان استقيم على يدك، انت لو عارف فلان ده استقامته على يدك دي، لو عارف الفضل الفيو كان بتختار دي، خير لك من حمر النعم. قال فرأيت، المصنف رحمه الله خلاص المقدمة قربت تنتهي، فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة. 1896 قال ده مختصر، نازل يتعلموا. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. والكتاب ده عجيب مرة واحدة، وابن عثيمين شرحه كم مرة، والشرح الأخير
أو قبل الأخير كتبوه نزلوه وكتبوه بعضه مسجل صوتي ويعني سووا شرح شرح مفيد جدا الناس حاول تقتنيه شرح ابن عثيمين لأنه في بعض الأخطاء ينبه عليها الشارح رحم الله الشارح والمؤلف إن شاء الله نحن إذا مررنا بها ننبه لها. قال مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة بدرج الزول دلق بالشيء أول شيء اللي بيصلح كتا إخلاص التوبة الصبر الصدق التقوى إلى آخره المراقبة وماشي بعد ذاك تاني بيتكلم عن أشياء كثيرة الشيء اللي بيصلحك مع والديك حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء وحق الأزواج وحقوق الجار أشياء كثيرة جدا يعني تعين الإنسان أو تقود الإنسان بعد الله تعالى إلى الخير. جزاك الله خير يا أخي الله يتقبل منك. قال ومحصلا لآدابه في الكتاب ده ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة الباطنة زي الإخلاص والخوف من الله ورجاء ما عند الله والظاهرة زي الأعمال الظاهرة المعروفة الصلاة وصلة الأرحام أعمال ظاهرة جامعا للترغيب والترهيب. بالكتاب ده فيه أشياء فيها ذكر النار والعذاب وترهيب وفي أشياء فيها ذكر الجنة والرحمة إلى آخره ترغيب. قال وسائر أنواع آداب السالكين سالكين لطريق الحق من أحاديث الزهد ورياضات النفوس. النفس دي تحتاج تروض بطاعة الله سبحانه وتعالى تروض على طاعة الله وتريض بالخير وبالمرغبات وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانات الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين العارفين بالله وبشرع الله سبحانه وتعالى. قال وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. طبعا كل يؤخذ من قولي ويرد في بعض الأحاديث هو ظن إنها صحيحة والعلماء جو من بعد يبينوا إن شنو إنها ضعيفة من ناحية السند إلى آخره أو متن مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب أصدر يعني صدر الشيء يعني البداية فيه وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات. باب الإخلاص يجيب آيات يسي زي ما بلاقينا ثاني بعد ذاك يجيب الحد بآيات كريمات وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. طيب بعد في أشياء يعني بعملها زي بنبه لبعض الأشياء وبعض المعاني بذكرها إن شاء الله في وكده. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. من يقول الحديث ده متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم اتفقا على صحته. وأرجو إن تم هذا الكتاب شوف الرجل ده يعني هو نحسبه ظاني إنه قد يموت قبل ما يتم الكتاب لكن قال وأرجو ما دي المقدمة قال وأرجو إن تم هذا الكتاب والله تماه ولله الحمد وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات ذول بيعتني به ويهتم به حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. نسأل الله يغفر له ولوالديه ولمن درسه ولسائر أحبابه من المسلمين والمؤمنين وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. دي المقدمة تحت الكتاب بعد ذاك بدأ الكتاب من الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. نحن إن شاء الله بيكون
بين المغرب والعشاء. الناس بس يوم الثلاثة ده وليلة الأربع الناس شنو يحتسبها اللي هو كل ثلاثة من كل أسبوع الناس يحتسب الساعة دي عند الله سبحانه وتعالى.